الأسكوات هل يساعد على تكبير المؤخرة أم يساعد على تصغيرها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. السلام عليكم، معكم حكيم لوماجيسيان، وهذا الفيديو هذا غادي يكون مهم بزاف، لذلك حلي معايا عقلك مزيان باش تفهمي مزيان. تمرين سكوات هو من اشهر تمارين ديال الجزء السفلي، وكيركزوا عليه البنات كتمرين اساسي لتحسين الشكل الانثوي مع ابراز الجزء السفلي. واذا سولتي اي بنت واش فايت لك مارستي الرياضه، غادي تقول لك فايت لي كنتريني وكنخدم تمرين سكوات في الدار. كاين اللي غادي تقول لك من بعد ما خدمت تمرين سكوات حسيت بالمؤخره ديالي كبرت، وكاين اللي غادي تقول لك من بعد ما خدمت تمرين سكوات حسيت بالمؤخره ديالي بحال صغارت. يعني دابا عندنا جوج ديال الحالات، ما عرفنا واش انت يقول البنت الاولانيه او البنت الثانيه. بغيتي تفهمي مزيان، انا غادي نشرح لك البلان. المنطقه ديال المؤخره كتحتوي على الياف عضليه ودهون الى اخره، ومنين كتقومي باي حركه او تمرين كتستهدفي الالياف العضليه والخلايا العضليه بحالها بحال اي عضله في الجسم ديالنا. ومنين كتخدمي انتيا تمرين سكوات كتستهدفي جوج ديال الامور الاساسيه واللي هي قوه التحمل مع قوه العضله. شنو هو الفرق بيناتهم؟ قوه التحمل هي فاش كتهزي واحد الوزن لواحد المده طويله، نفترض ان ذاك الوزن 10 كيلو، تقدري انك تهزيه لواحد المده طويله بلا ما تعياي. اما بالنسبه لقوه العضله هي فاش كنهزوا واحد الوزن مره واحده فقط وكنعياو، مثلا داك الوزن كيكون 80 كيلو 100 كيلو فقط نقدروا نهزوه مره واحده وتحطيه، هذا كيتسمى قوه العضله. يعني انت الا كان الهدف ديالك التكبير وكتخدمي التمرين سكوات بشكل عادي، واخا تخدمي 100 عده 200 عده 300 عده، ما غاديش يتزاد لك من الحجم ديال المؤخره ديالك، ولكن غادي تستهدفي قوه التحمل. غادي نحاول نعطيكم واحد المثال بسيط، غادي نحاول نعطيكم واحد المثال باختصار باش تفهموا مزيان. نفترض انه بغيت نكبر هاد العضله هذه، نفس العضلات اللي كاينه في الجسم ديالنا بحال نفس هاد العضله، نفس العضله ديال المؤخره. نفترض انه غادي نهز واحد الوزن، نفترض انه 100 كيلو 1 كيلو، غادي نهزوا هاد الكيلو هذا غادي نخدموا به على هاد الشكل هذا. اشنو غادي يوقع؟ واخا نخدم 100 عده 200 عده، واخا نبقى نخدمها حتى الصباح، ما غاديش يتزاد ليا من الحجم ديال هاد العضله رغم انني باغي نكبرها. علاش؟ حيت انايا فقط خدام الوزن ديال 1 كيلو وكنستمر عليه وكنكرر نفس الشيء. علاش شنو تيوقع هنايا؟ كنستهدف فقط قوه التحمل. اشنو كنستهدف قوه التحمل؟ كننشف حوالي الدهون اللي كاينه حوالي العضله، وبالتالي كتبان عندي العضله بارزه اكثر، ولكن ما كيتزادش ليها في الحجم ديالها. وقتاش كنتزاد في الحجم ديالها؟ فاش كنزيد اوزان وكنخدم. محد كنزيد اوزان العضله كتهز تحس بشي حاجه ثقيله، المقاومه. اشنو تيوقع؟ كتزاد لينا الالياف العضليه، وهكا كيتزاد من الحجم ديالنا، وبالتالي ما غاديش نقدر ندير ديك الساعات 100 عده ب 12 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، ما غاديش نقدر ندير 100 عده. علاش؟ حيت هنايا كتبدا قوه التحمل. هذا هو الفرق ما بين قوه التحمل وقوه العضله. قوه العضله هي اللي كتركز لنا على الحجم، كتزيد لنا من الحجم، اما بالنسبه لقوه التحمل كتبرز العضله وكتخلص من الدهون اللي كاينه حوالي ديالها. باختصار، بغيتي تقومي بزياده من الحجم ديال المؤخره ديالك والتكبير ديالها، غادي تحاولي انك تركزي على قوه العضله، وغادي تزيدي اوزان في التمارين سكوات. ضروري من زياده الاوزان، الا بقيتي كتخدمي غير الوزن ديال الجسم ديالك ما غاديش تزاد لك من الحجم ديالها. اما الا بغيتي تقومي بالشد مع الرفع وتحسين الشكل باش انه يكون بارز، يمكن لك فقط تخدمي بالوزن ديالك، هادشي غادي يعطيك نتائج احسن. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال ديالكم وتكون الامور واضحه بالنسبه لكم. ما تنساوش انكم تتابعوني على حسابي الانستغرام حكيم لوماجيسيان، وديروا جيم وتابعوني في القناه وخدموا الخاصيه ديال الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. بارطاجيو هذا الفيديو مع كاع صحاباتكم وكاع الناس اللي كتعرفوهم مهتمين بهذا الموضوع هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد. اي سؤال كان عندكم بغيتو نحط عليه فيديو خليوه لي في الكومنتير. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم، حكيم لوماجيسيان، بوم.